بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ونس اگین ٹو دی پروگرام لقاء مع العرب. ایٹ دس ٹائم وی آر ویٹنگ فار دی ارائیول آف حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ان دی اسٹوڈیو, اینڈ آفٹر ہز ارائیول دی پروگرام وڈ کمینس, دی کوشچن آنسر سیشن وڈ اسٹارٹ. ان دی مین ٹائم آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ بردر عبادہ بربوش ٹو کائنڈلی ویلکم دا ویورس ان عربی. شکریہ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء مع العرب. في حلقة اليوم إن شاء الله سيشرفنا حضرة أمير المؤمنين في استديوهاتنا بالفضائية الإسلامية الأحمدية بلندن, وسنستغل لحظات الانتظار هذه ونستمع سوية إلى قصيدة من نظم حضرة الإمام مهدي عليه السلام. So until Huzoor arrives in the studio, we are going to listen to one of the Arabic poems composed by Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, the founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. إني صدوق مصلح متردم, سم معاداتي وسلمي أسلم. إني صدوق مصلح متردم, سم معاداتي وسلمي أسلم. إني أنا البستان بستان الهدى, تأتي إلي العين لا تتصرم. روحي لتقديس العلي حمامة, أو عندليب غارد مترنم. ما جئتكم في غير وقت لابسا, قد جئتكم والوقت ليل مظلم. ما جئتكم في غير وقت عابسا, قد جئتكم والوقت ليلا مظلم. صارت بناد الدين من جد عتا, أقوى وأكثر بعد روض تعلم. هل بقي قوم خادمون لديننا, هل بقي قوم خادمون لديننا, أم هل رأيت الدين كيف يحطم؟ فالله أرسلني لأحيي دينه, فالله أرسلني لأحيي دينه. حق فهل من راشد يستسلم؟ جهد المخالف باطل في أمرنا, سيف من الرحمن لا يتفى.
سلموا. السلام عليكم. It's always very inspiring and very nice to listen to these qasaid, the Arabic poems composed by Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. The feelings which he has described in these poems, they always go down deep into the heart of the people. Particularly when I just imagine when our Arab friends would be listening to these poems written by someone who is not an Arab, but the beautiful Arabic which he writes and the way he describes the feelings, all based on truth and sincerity and full of love of Allah, love of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and love of Islam and love of Holy Quran. Certainly these are most inspiring things, and one really feels elevated by listening to these things. الشخص الذي يستمع لقصيدة مثل هذه أي التي نظمها حضرة الإمام المهدي عليه السلام قد يستغرب من عمق الكلمات التي اختارها حضرته، وخصوصا لم تكن له معرفة مسبقة ومعرفة عميقة بأصول وأداب وفصاحة اللغة العربية، ولكن من إعجازات الله سبحانه وتعالى أنه بعد أن اختار حضرة ميرزا غلام أحمد القدياني كإمام مهدي ومسيح موعود هذه الأمة، قد علمه الله سبحانه وتعالى اللغة العربية رحمة وفضلا منه، وتبدو هذه الأفضال الربانية الهائلة واضحة وجلية لجميع الناس، خصوصا من أشعار حضرة أحمد عليه السلام. وهذه القصيدة ما هي إلا يعني نموذج حي لصدق هذا الإعلان الذي قام به حضرة أحمد عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى علمه أصول اللغة العربية. ويقول الأستاذ عطاء المجيب راشد: فعلا أن المشاهد العربي بإمكانه أن يغوص في أعماق هذه الكلمات كي يعاين بنفسه حب حضرة أحمد عليه السلام للرسول محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولله عز وجل، وللإسلام، وللإنسانية بصفة جمعاء. هذه الأمور تبدو فعلا واضحة وجلية في جميع أشعار وكتابات وحتى في الحياة اليومية لمؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية. As you have mentioned, this qasida that we have just listened to is just one example. And all the qasaid, the Arabic poems composed by Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, they have all been printed in book form and under the title of Al-Qasaidul Ahmadiyya or something like that. They are all already available. So all the viewers are most welcome to get a copy of that, and they can read through that. All the poems, they are all put together. Subject-wise, they are there. And it's a really beautiful collection, particularly for the Arabic-speaking friends. القصائد التي نظمها حضرة أحمد عليه السلام قد جمعتها الجماعة الإسلامية الأحمدية في صورة كتاب سمي بالقصائد الأحمدية. وإن شاء الله لما يكون هذا الكتاب متوفر بصفة سهلة وجيدة سنعلن عليه لحضراتكم كي يتيسر لكم اقتناؤه مباشرة، إما من الفضائية الإسلامية الأحمدية أو من مراكز الجماعة في الدول العالمية المختلفة. Well, when Huzoor is going to arrive in the studio, we are going to ask him certain questions. And I think perhaps the very first question could be regarding his recent visit to Canada and America. But there are some other questions which we have received in the recent past from various countries. And particularly when he went to Germany recently, a lot of Arab friends, they presented their questions, but due to shortage of time, they could not be answered there. So Huzoor has instructed that we should get hold of those questions, and we have obtained. They are with us, and we just like to inform all these people that their questions are with us, and inshallah, one by one, they will be presented to Huzoor, and they will get back the answers sitting back in their homes. كما ذكرنا لحضراتكم في بداية هذه الحلقة، حضرة أمير المؤمنين سيشرفنا إن شاء الله بعد بضع لحظات، وأريد بهذه المناسبة أن أطمئن السادة المشاهدين الأفاضل الذين حضروا الاجتماع السنوي بألمانيا وقد أرسلوا وكتبوا أسئلتهم على بعض قطع من الورق. هذه الأسئلة جميعها معنا، وإن شاء الله سنبدأ في حلقة اليوم تقديمها على حضرة أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله.
Alaykum salam. It has been after a long delay that I came to this session. Thank you, Salaam Alaikum. Assalam. I hope you continue to hold these sessions in my absence. Yes, we did, sir. Did. And what have you been doing? As we were instructed, we dealt with Hazur's sermons against the answer against the Qartasi Abyas. Right. And how many did you cover? The introduction and the two sermons. I see. Yeah. And what happened to your right eye in the meantime? It is becoming reddish now. I don't know. 5 minutes ago, I don't know. Just 5 minutes ago? Yeah. So what have you taken? Nothing. In homeopathy, there are some treatments which particularly relate to this sudden inflammation of the right eye. I see. While the left is okay. So you better go to the dispensary or down private sector and get some medicine. Okay, sir. Any watering? No. So have a dose of Belladonna. Okay. Just that will be enough, inshallah. Put right back into order again. Come on, let's start. Please tell them what you said. Yes. As usual. Tell them, the audience, what we have been talking about. Sorry. سألني حضرة أمير المؤمنين واستفسر في الفترة الوجيزة التي غاب حضرته عن الحضور والمشاركة في برنامج لقاء مع العرب وسألني هل وصلتم تسجيل هذه الحلقات فأجبته فعلا قد وصلنا تسجيل هذه الحلقات خلال غياب حضرته وخصوصا كان قد أمرنا بتسجيل حلقات خاصة التي من خلالها رددنا على البيان المزعوم أو البيان الأبيض الذي أصدرته حكومة الباكستان والتي دونت فيه جميع الاتهامات القديمة ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية وقد بدأنا في ذلك وسألني حضرته كم حلقة سجلتم فأخبرته شخصيا أننا قد تمكنا بفضل الله من تغطية المقدمة وخطبتين لغاية اليوم ثم سألني عن إحمرار في عيني ووصف لي دواء من الدواء الهوميوباثي. Could Huzur kindly explain us, give us information about his last journey to Canada and Alaska, please? This last journey to Canada has been very useful in many ways and very productive. New experiences were gained by us. It related to many subjects, in fact. First of all, perhaps the readers would like to know, to the viewers would like to learn from my own lips my impressions about the landscape and the new world which we discovered there. After giving a short description as to what I found, then I shall turn to other issues, inshallah. يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذه الزيارة كانت فعلا شيقة وممتعة للغاية وسأعطي لحضراتكم بعجالة قليل من التفاصيل على المناطق الجديدة وازدهار الجماعة في هذه المناطق الجديدة ثم سأذكر لكم أمور أخرى بالتفصيل. First of all, the general impression which I had at least, if not others have, was a completely different impression of Alaska, the one we discovered there. Alaska was not at all the sort of place which we expected it to be, because the name of Alaska connects it with the North Pole. And anything which is connected to the North Pole gives the idea of immense cold and shivering and the wildlife of North Pole, polar bears and other animals which are specific to that habitat. So with that idea we went to Alaska, but we found it to be a completely different place. Perhaps it was the wrong season for us to visit Alaska. Normally the sort of winter we expected does come, but rather delayed. In other northern regions of Canada and Norway, the cold starts much earlier than it starts there. So largely we found places which are extremely barren. There were neither snow nor water.
and only stunted growth of trees which were crying for water, but there were no rains. We covered a large mountain range while reaching Alaska, which presented a scene of desolation, in the sense that every growth we found was stunted. Small trees, thin trunks, and they seemed to be so delicate as could die with any fierce change in the weather. How they could survive that dryness was amazing. And the temperature was not very cold either on those heights. Just normal temperature, much less than what we expected to be at such great mountain heights. We crossed over the highest mountain range of Alaska, and yet we failed to discover the life which we expected to discover there. First, if that it be translated, then I'll explain further, because this subject is rather alien to him and it will take time to explain. يقول حاضر المنين دائما قد يتبادر للذهن أن الألاسكا هذه المنطقة لها علاقة بالقطب الشمالي، ودائما تبعث الانطباع في فكر المرء بالثلوج وبالبرد القارس وبكل تلك الأمور. ولكن يقول حاتم المنين يبدو أن في المناطق المجاورة لألاسكا مثل في المناطق الموجودة في كندا والنرويج يبدأ فيها موسم البرد وهذا البرد القارس مبكرا قبل أن يبدأ في هذه المنطقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول حضرته لكن في خلال هذه الزيارة، وأصح هنا يصححني يقول هي في كندا بالتحديد، فيقول حضرته أن في كانت هنالك علامات على قرب هذا الموسم، أي موسم البرد القارس، وخصوصا هذه العلامات كانت واضحة في بعض النباتات وأيضا في بعض الأشجار التي يبدو أنها كانت في بداية نموها، وأيضا كان يبدو أنها مهددة بالموت إذا يأتي أي برد قارس. فكل هذه التفاصيل يذكرها حضرته، ويقول أيضا هذه من الناحية الجغرافية كيف أن الصورة التي كانت لدينا وكانت لدى الجميع، فالحقيقة لما عينا كان الأمر مختلف تماما، وخصوصا النقطة الهامة هي درجة الحرارة لم تكن فعلا كما كنا نتوقع في الماضي. When we inquired about these strange things from knowledgeable people, we were told that there was very little rain in the entire region of Alaska. And because of that, the snowfall was also very insignificant. But whatever snow fell on these mountains did take very long to melt and to flow down, leaving dry, empty spaces above. Whatever snow fell on those trees, it remained there. And it fell down to the region of the trunk where it was jutting out. And it remained there for very long, with the result that with the slow pressure of its weight, the water, it melted, and the water gradually sank deep into the root area of the trees. So, although that water was not sufficient to give them a big growth, yet it was sufficient enough to make them survive during the summer months. So that is a natural phenomenon which operates there and to which we were introduced. And because of the northerliness of the region, geographical northerliness, the tundra look which we observed, they told us, is a natural part of this area being far too northern.
يقول حضرة أمير المؤمنين أننا لما استفسرنا على هذه الظواهر التي لم نتوقعها في البداية خصوصا في الماضي كنا نتصور أن الألاسكا باردة وثلوج كثيرة وإلى غير ذلك ودرجة حرارة تكون منخفضة جدا. يقول حضرة أمير المؤمنين لكن الواقع قد أخبرنا بصورة تختلف تماما عما سمعناه وعرفناه. فيقول حضرته لما استفسرنا من أهل العلم ومن الأهالي هنالك الذين لهم دراية وخبرة كافية قد أجابونا أنه لم تنزل الأمطار والثلوج بغزارة، لذلك قد لاحظتم هذا الاختلاف عن الأمور التي وصلتكم في الماضي. ثم قالوا أن الثلج لم يذب بسرعة وقد بقي على الأشجار والمناطق المجاورة لهذه الأشجار، ثم بعد أن ذاب ذلك الثلج قد نزل إلى أعماق هذه الأشجار أو إلى جذورها، ولكن هذا الثلج الذائب أو يصبح بطبيعة الحال في صورة ماء لم يكن كافيا للمحافظة على الحياة النباتية بأحسن صورة في تلك الظروف القاسية. Yet the greatest surprise was yet to come, because naturally we expected that after we cross over this dry region of high mountain range, we'll ultimately, as we were heading north, we'll ultimately enter the area which was comparatively flat, but happened to be more northerly, closer to the North Pole. So we were going to Fairbanks, which is the capital of Alaska. And it is a biggish town of 100,000 population. So nowhere in that far north can you find such population of a city as you found in Fairbanks. It was quite a few hundred miles north of what I'm describing. So we expected Fairbanks to be very cold, and for that we were prepared. We took heavy coats and jackets and well mufflers and caps, you know, covering the ears as well. So we went, after at last we climbed down to the other side and started a journey which was almost flat. It had ups and downs, but not mountainous ups and downs. Hilly, you know, a plateau-like area with hills. We went down and came up. So we started towards the direction of Fairbanks. And when we arrived at Fairbanks, we entered the hotel straight away, and we had no personal experience of what sort of weather there would be. The hotel was air-conditioned. We looked out from the windows and wondered at what we will find the day after when we will go out for a walk. So I told my bodyguards and others to carry all the essential requirements of a very cold walk. And I took the heaviest jacket I had with me and put my sweaters on. And Nasser, who was accompanying me, he was carrying a cap which is fit only for Eskimos, you know. So next morning we went out for a walk. Imagine our amazement. It was so warm, it was so warm, it was impossible to wear any jacket or any cap which was offered me. So I rejected them and told him to carry these jackets, if you please. And then after a few steps, I realized that it was impossible for me to continue to wear the sweater. So I took the sweater off. And then I thought, perhaps now, in one shirt, I'll be all right. But I was amazed to find other walkers, even without shirts, in their knickers, you know. The weather reminded me of Karachi, not of a place as far north as it is.
So the northernmost city of Alaska is so warm in late September, touching October. Amazing. So that was the first shock of discovering Alaska. It's so different from our expectations. But Fairbanks is a beautiful town. The areas around this small mountain hills and things are very pretty. And the trees there are much larger than the trees we had encountered much far south behind, because the area is not at all a northerly area in its habitat, in its flora, etc. It's so different. So because of the fall, the trees were of two colors. Some trees are evergreen, which remain green even in the winter. But some trees change color with the change of the weather. So those trees which change color presented beautiful hues of red and yellow and shades in between, that the entire jungle was very beautiful to look at, but not at all like the one you expect in the northern regions, as far north as Fairbanks is. يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذه المناطق المرتفعة والجافة التي بدأنا منها زيارتنا واكتشافنا إلى منطقة الألاسكا هذه، سافرنا بعدها إلى ناحية الشمال ولا منطقة فيها هضاب كثيرة، وإلى مدينة اسمها وعاصمة الألاسكا واسمها فيربانك، وهذه المدينة يقطن بها ما يقارب أو يزيد على 100,000 نسمة. يقول حضرة أمير المؤمنين كنا نتوقع في بداية الأمر أن درجة الحرارة ستكون منخفضة جدا، ولذلك أخذنا معنا معاطف وقبعات وملابس صوفية قيمة للوقاية من البرد القارس. ويقول حاتم بن منين أن النزل الذي أقمنا فيه كان فيه بطبيعة الحال مكيفات الهواء، ولم أستطع شخصيا أن أتصور درجة الحرارة خارج النزل، فلذلك قد قمت ببعض التحذيرات للقيام بالتجوال خارج النزل، ولذلك كنت قد أخذت أثقل معطف عندي، وأيضا ملابس من الصوف الناعم وقبعة أيضا قوية، وهكذا كنت قد أعدت العدة لنخرج سوية بطبيعة الحال لأخرج مع حضرته بعض الحراس. ويقول حضرته أن أحد الحراس واسمه ناصر قد أخذ معه قبعة قوية جدا ومتينة لا يلبسها إلا أولئك السكان الأصليون للألاسكا أو الإسكيمو. ويقول حاتم بن منين منذ أول وهلة أو بعض لحظات قد نزعت هذا المعطف الثقيل وطلبت من هذا الحارس أن يتكرم ويحمله عوضا عني، ثم بعد لحظات أخرى نزعت ذلك الثوب المصنوع من الصوف الناعم وأعطيته له كي يحمله أيضا، ولم يتوقف الأمر هنا. ويقول حضرة أمير المؤمنين حتى القميص أيضا كان هناك إحساس كي أنزعه هو الآخر، إذ درجة الحرارة كانت وذكرتني بدرجة الحرارة في كراتشي بالباكستان. يقول حاتم بن منين هكذا قد استغربت في نهاية الأمر أنني قد اكتشفت أمور جديدة في هذه المنطقة، أي منطقة الألاسكا التي كنا طوال حياتنا نسمع أنها باردة جدا وفيها ذلك البرد القارس والثلوج، ولكن تجربتي هذه قد أعطتني صورة مخالفة تماما لما عرفناه ولما درسناه في الماضي. ثم يتحدث حضرة أمير المؤمنين عن الصورة أو المرسومة هنالك في الطبيعة، ويقول أن هنالك بعض النباتات تبقى خضراء حتى في المواسم الأخرى ليس في الشتاء فقط، فهذه النباتات التي حافظت على لونها هذا المخضر، وبجانبها كانت أيضا نباتات أخرى قد بدأ فيها نوع من الإصفرار لقلة الماء أو لأمور أخرى، فهذه مجموعة النباتات هذه
قد رسمت لوحة جميلة وشيقة جدا في هذه الطبيعة، فعلا قد يستفيد الإنسان ويستريح نفسانيا كثيرا لرؤيتها. Another surprising thing which was which we were informed by the local people was that within a month or so the temperature will change rapidly and will fall down like a ton of bricks, which will even touch minus 60 at some periods of the winter. Normally, it remains wavering around minus 40. They said the same Fairbanks will be a completely different place to live in. And this is the extremes of weather which Alaska witnesses or which happens in Alaska. They told us that the reason why it is so is because of lack of rains. And there is no ice or snow even in the northernmost part of Alaska. The northernmost part of Alaska remained accessible by motor vehicles throughout the season. We could have gone to the northernmost part, which is beyond the Arctic Circle. Imagine. Were you with us in Norway when we went beyond the Arctic Circle? In Norway, it was all snow beyond the Arctic Circle. Here, you could go as far north as many degrees beyond the Arctic Circle beginning, rim of the Arctic Circle. And they told us there was no obstruction of snow turned into ice on the roads. We could go there, but everything was closed. No arrangements for bed and breakfast, no resting places, no facilities, nothing. Because of the season, because of the fact that the season of tourists was over, not because of the weather. You see? So everything was closed, petrol pumps, food shops, etc., etc. You could not go anywhere for toilet. So all beyond Fairbanks was shut. So we gave up the idea of going to the north because it was meaningless and it was extremely difficult to go there without finding any place. But to the northernmost point, which is called, I think, Barrow. Is it Barrow? But whatever it is, there is population and a small township. And if we could go there by aeroplane, for instance, there we could find normal life, hotels and everything. And although they were mostly closed, but still we could find some open ones as well. So we were invited by the people of that town. Particularly, I was invited by the mayor of the town to have our Juma prayer said there in the town hall. And they offered whatever facilities they could. But the plane which we arranged for carrying us to the spot, because otherwise the land journey was very slow and time consuming. So the plane people, the company which owned the plane, they told us that one of the planes which could carry all the passengers is out of order. And the available plane required extra petrol to be carried because there are no petrol pumps. So if we go by that plane to that remote region, most of the passengers will have to be dropped because of the extra petrol tank. And
the aeroplane could take could only carry 5 passengers or so. That was meaningless, absolutely meaningless for us. We had a large contingent and we wanted to go there in number and perform our Jummah prayer there. And additionally, I didn't want to take any risk with that plane. The northern region sometimes has northern storms, although no ice or snow falls, no snow falls, turn into ice, I mean later. But the northern storms also, do come and, create an uproar in all the area. And a small plane like that would be a sitting target for these storms to destroy it. So for the sake of these precautions as well, we called the tour off. That was not fair, Fairbanks was as far north as we could go. After his destination, I'll start my journey back from there and tell you what we saw. يقول حاطئين المنين أننا لما استغربنا كثير من هذه الملامح التي لم نتصورها وهذه النقاط الهامة التي لم نتوقعها في الماضي كنا نتصور درجات حرارة منخفضة جدا فالذي عيناه كان يختلف تماما عن هذا فلما سألنا الأهالي وأهل العلم بهذه الأمور قد أخبرونا أنه بعد شهر من تواجدنا في هذه المناطق درجة الحرارة ستصل إلى 40 تحت الصفر وحتى 60 تحت الصفر وهذه هي قمة البرد في الألاسكا ومرة أخرى سألنا منهم وطلبنا لماذا هذه القساوة في المناخ عندكم فأخبرونا أيضا هذا راجع إلى قلة المطر في هذه المناطق الباردة جدا ويقول حضرته بعد هذا قررنا أن نستغل هذه الفترة وفترة تواجدنا هناك ونزور المنطقة الشمالية هنالك في الألاسكا ولكننا لم نستطع أن نقترب حتى من الخطوط العرضية هنالك ففي سفرنا هنالك قد وجدنا في القرية المجاورة لعاصمة الألاسكا وجدنا واستغربنا حتى أن المطاعم ومحطات البنزين والمؤسسات الهامة كانت كلها مغلقة ولا حياة لمن تنادي في تلك القرية ولأنهم لما سألنا واستفسرنا لأخبرنا بأن الفترة المحددة للسياحة هنالك قد انتهت ولأن ظروف الطقس تغير بسرعة لذلك تغلق هذه المؤسسات تفاديا للمخاطر المختلفة ويقول حضرته لذلك قد قررنا الرجوع من تلك المنطقة وأردنا أن نسافر وبدون يعني عن طريق السيارات أو يمكن أن نستأجر طائرة ونزور المناطق الأخرى التي أردنا نزورها منذ أول وهلة في الألاسكا واضطررنا كي نمكث في أحد القرى أو المدن المجاورة لهذه المنطقة واستدعانا رئيس بلديتها لتأدية صلاة الجمعة في مقر أحد في مقر البلدية هنالك ثم يقول حضرته أن شركة الطيران وهذه نقطة هامة جدا شركة الطيران قد أعطتنا الخيار هنالك طائرة بإمكانها أن توصلنا إلى المكان الذي نريد أن نصل إليه ولكن لا تستطيع أن تحمل أكثر من 5 أشخاص والقافلة المصاحبة لحضرة أمير المؤمنين بطبيعة الحال كان تعدادها أكثر بهذا من كثير وأعطتنا أيضا خيار آخر هو هنالك طائرة أخرى بإمكانها أن تحمل كل المعدات وكل الفريق المصاحب لحضرته ولكن هي بحاجة إلى بنزين أكثر ولذلك قد اعتذروا أن محطات البنزين كانت مغلقة وقد اعتذروا أنهم لا يستطيعون أن يعطونا هذه الطائرة يقول حضرة أمير المؤمنين في هذه الظروف قد قررت أن لا أغامر وخصوصا أن كان معي كثير من أفراد بقية أفراد القافلة المصاحبة لحضرته ولم أحبذ ترك بعض الأفراد في الخلف أو أيضا أترك بعض الأمور الأخرى فلذلك قررنا أن نرجع من نقطة البداية. One thing which I must tell by way of comparison between American attitude and that of the Norwegian governments or people's attitude. Americans are
highly commercialized people and highly commercial minded people, they will not waste their money at all on such tourists who do not fully justify their visit in large numbers, so that the hotels and petrol pumps can remain open entirely on the money they spent on such things. So when the visitors trickle slows down, they shut all such places, even petrol pumps. But the Norwegian attitude is completely different. We have been there during a season when very few visitors went northwards. In fact, during all seasons, very few visitors go to the North Cape of Canada, of Norway. North Cape is slightly further on in the direction of the North Pole, still quite some distance from there, but slightly ahead of the northernmost point of Alaska. Now, when we went there, as I told you, very few visitors, yet, and the most of the places which are hotels and motels, etc., were closed down. Yet, they had all the facilities open. All the toilets were open. Petrol pumps were open. And petrol was available right up to the north. So we couldn't have carried gallons of petrol with us, but because of these facilities, it's fantastic how the Norwegian people take care of visitors, while the Americans, being much richer, could not take care of the people as they did. You know, we went to the North Pole, we said our Juma prayer there, not the North Pole, the North Cape, and the whole area was covered with snow. Even before the Arctic Circle, as we entered Arctic Circle, we could see snow all around. But Arctic Circle was all covered with snow. Yet the facilities were available. As I said, petrol was available right to the top. So it made it possible for us to go there, despite the fact that many motels, etc., were closed. But in Alaska, the story is a different story of a people who are highly advanced in their commercial experience and the highly commercialized people, and they manage things technically, not for the sake of stray visitors here and there. But anyway, we returned from Fairbanks to the southwards. And it was an amazing thing that the road we took, the main road which connects, the highway which connects Fairbanks with Canada, on our way back, was the most beautiful road which we experienced anywhere during the visit to Alaska. This road was, first of all, American roads are excellent, there's no doubt about it. But on both sides, there was vast valley which was bespeckled by different trees of different colors and hues and bushes, and there were small lakes created here and there, and beautiful scene of running water everywhere, on this side, on that side, which we did not experience during our crossing over the mountain ridge. And throughout, the road was reminiscent of some parts of Norway, but not entirely. Still, it was very beautiful indeed. I hope we'll be able to show you some scenes, because I told Mr. Ashfaq, Malik Ashfaq, to video record all the scenes,
to be shown later on in our different programs. So inshallah, in Liqam al-Arab, what I have said, whatever I have said about Alaska, some scenes will be shown by Mr. Ashfaq Malik, with whom you can have a session. He will show you, tell you, all that I have said here will be demonstrated by showing you the movie of those areas. So anyway, that road, which was many hundred miles to the border of Canada, was covered by us in one day. It was about 700 miles some, which we covered in one day. And from then, we entered the Canadian border. As you enter the Canadian border, the things change, drastically change. The greenery, the water, the cold, the mountain atmosphere and everything is far more enhanced on Canadian side than on the Alaska side. Please. يرسم حضرة أمير المؤمنين الفرق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بين الجو الموجود في ناحية الألاسكا المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية والمناطق الأخرى المعروفة بالبرد القاسي وبطهات الثلوج في النرويج، وكلا المنطقتين يزورهما كثير من السواح في كل سنة. فيقول حاتم المؤمنين: يبدو أن الأمريكان لا يستثمرون الأموال كثيرا بالنسبة لأعداد السواح، هذه الأعداد لما تكون أعداد السواح قليلة جدا، إذ يغلقون المؤسسات التي تلبي الحاجيات الأساسية لهؤلاء السواح مثل محطات البنزين، مطاعم أو حتى الملحاظات. ولكن بالنسبة للإخوة في النرويج، وخصوصا هنالك منطقة زارها حضرته منذ عدة سنوات واسمها نورث كاب، ففي هذه المنطقة هي في الحقيقة أبعد حتى من القطب الشمالي. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن حتى عدد السواح لم يكن عددا كبيرا، ولكن كلما نزور هذه المنطقة نجد أن المؤسسات التي توفر الحاجيات الضرورية للحياة مثل المطاعم والنزل والملحاظات وبقية وحتى محطات البنزين، هذه المؤسسات دائما تكون مفتوحة وتلبي هذه الحاجيات، ولا نحتاج لحمل هذه الإناءات الكبيرة من البنزين وغيرها. فيبدو أن هؤلاء الأمريكان لا يبالون كثيرا ولا يستثمرون أيضا لعدد يعني لا صغير من السواح، ويبدو أن أصبح فيهم تفكير تجاري ميكانيكي ضيق جدا. وبالنسبة بعد أن أعطى حاتم المؤمنين هذه الصورة بوجالة وأعطى هذا ورسم الفرق بين الناحية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية بين الأمريكان والإخوة النرويج في تلك المناطق الباردة، يقول حضرته أن الطريق من فير بنك إلى كندا كان جميل جدا، وأيضا كان هنالك من الناحيتين كانت هنالك غابات كثيرة، وأيضا كانت هنالك بحيرات مختلفة، فهكذا كان السفر ممتع وشيق جدا. ولذلك يقول حضرته: قد طلبت من أحد الأعضاء المرافقين لحضرته واسمه ملك إشفاق، يقول حضرته أنني طلبت منه أن يصور هذه المناظر الجميلة في شريط فيديو، وإن شاء الله سنطلب منه كي يحضر معنا هنا في برنامج لقاء مع العرب، ونسأله على هذه المناطق الجميلة التي أخذ لها صور. ويقول حضرته: هكذا نعطيكم ناحية تطبيقية وناحية عملية من يعني من هذه الأمور أذكرها في حديثي هنا. ثم يقول حضرته: دام هذا السفر حوالي يوم، ثم دخلنا الحدود الكندية، ومرة أخرى قد أحسسنا بفرق صغير من الناحية يعني من ناحية الطريق الكندي والطريق الآخر الذي كنا قد أخذناه في أمريكا. About the people in Fairbanks, I must inform you that they have a much larger mixture of local people who before Americans took over had inhabited those areas for thousands of years. And Fairbanks is one town in America where you can see a large
sorry, a large proportion of local people. So we ran across them everywhere. And they made, I don't know what part of the population they made, but they are far more visible than the Americans. So in that northern area, at least, we can see the semblance of the old past in which these people had been the masters of the area. يقول حضرة أمان ونين أن الأهالي في هذه المنطقة في اسمها فيربانك هي في الحقيقة مزيج من الجنسيات المختلفة مثل ما هو موجود في البقاع المختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن نقطة الاختلاف هنا هي أن السكان الأصليين لهذه المنطقة تلك المناطق القديمة المناطق الثلجية القديمة في أمريكا يبدو أن لهم أعداد هائلة في هذه المدينة أي فيربانك وهذا أصبح يعني كان واضحا من ملامحهم إذ أنها تختلف تماما عن ملامح بقية سكان أمريكا وهكذا يقول حاطب المنين ويرسم هذه الصورة مرة أخرى يقول نرى هنا هنالك انسجام أو مقابلة بين الماضي التاريخ الأمريكاني وحاضر ذلك التاريخ يبدو هذا واضحا من المزيج أي مزيج السكان الأصليين وبقية الأمريكان They are very kind people, very friendly to foreigners. They nodded and they responded to your friendly gestures much more than you can observe in New York or Washington, etc. And although the American border is in that remote area is does not handle a large flow of immigrants from one area to the other, still the American staff there is a bit stiff-necked. Like they are always at immigration points. It's amazing that even in such areas where the common people there are very friendly and kindly and, you know, deeply interested in foreigners and their way of life, the immigration staff at American Post is very stiff-necked and they look down from the material heights of America and American Empire State Building at you as if you're a small pygmy somewhere below. That attitude was reduced to a degree in that border post. As it was not as stiff as we had expected and we had encountered elsewhere during our entry into America. But still you could see that hollowness of that snobbish attitude, which I think does not do any favor to American image. It's high time the American people, the American governments, told their staff at immigration points to behave more kindly and humanely to the people who decide to enter America. But with Canada, it was a completely different story. Whenever we have crossed border into Canada anywhere, despite the fact that they also take care of the documents and things properly, but they're so kind everywhere, so welcoming. They treat you like equal human beings. And so it was a very pleasant change when we entered at last the Canadian territory. There are some miles intervening between American border post and the Canadian border post. There is no man's land in between. As we went there, we were received with open arms and smiles, yet all the documents were checked. It's not laxness on their part, it's the greatness of their moral standards, that they are very pleasant and welcoming at the borders where you enter Canada.
يقول حاطب المنين أن السكان أو السكان الأصليين أو الأهالي في هذه المنطقة في فير بانك كانت فيهم حفاوة لا بأس بها ويظهرون أيضا الصداقة الكافية والترحاب بالنسبة للزوار من جنسيات مختلفة، وهذه الملامح وهذا الشعور لا يحس به المرء مثلا من سكان مدينة كبيرة مثل مدينة نيويورك مثلا. ثم يتحدث حضرة أمير المؤمنين على رجال الجمارك وهؤلاء النخبة من الناس الذين لهم سلطة التفتيش وأيضا مراقبة جوازات السفر. يقول حضرته أنه في الحدود المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية يظهر هؤلاء رجال الجمارك بعض الخشونة ويظهر فيهم بعض نوع من مشاعر الفخر، لأنهم ينتمون إلى أكبر وأقوى حضارة وقوة اقتصادية، فلذلك لا ينظرون بعين الاحترام للزوار من بقية الجنسيات المختلفة. ولكن اختلفت هذه المشاعر قليلا في هذه المناطق من ألاسكا، ولكن لم تختلف بصورة واضحة جدا مثل تلك الصورة التي أحسسنا بها لما ندخل إلى الحدود الكندية، يعني من الحدود الأمريكية إلى الحدود الكندية، فنجد أن هنالك فرق شاسع وفرق كبير جدا بين معاملة رجال الجمارك الكنديين ورجال الجمارك الأمريكان. فهكذا يقول حضرته ما يوجد هنالك بعض الأميال، أي الفرق أو المسافة بين الجمارك أو الحدود الأمريكية والكندية هي لبعض الأميال فقط، ولكن كلاهما يتصفح جوازات السفر والأوراق القانونية بنفس الطريقة، ولكن البشاشة والترحاب يختلف تماما بين رجال الجمارك الأمريكان ورجال الجمارك الكنديين الذين يظهرون حفاوة واحترام للزائر الأجنبي. There was just one little exception which was created by my grandson Jalees at the American Post. He amazed us all because he's a very confident boy to run into the area where no foreigner is permitted, no immigrant is allowed. He went shot straight into their office and started playing with their computers and this and that and everything and created an uproar and they could not handle him. At last they decided to cooperate with him. One officer was dedicated only to him. And he inquired from him, what is that and what is this and what is this? He pointed his finger, he couldn't make the full sentence, pointed his finger at this and that and that and the machine and things. And poor officer was entirely dedicated to him. And then he started giving permission to other young boys from outside. Instead of the officer, he said, yes, you can come. And he would come and they couldn't stop. So he was the only source of relaxation. Even he brought smiles on the faces, the grim faces of the American immigration officers. يقول حاضر المؤمنين هنالك استثناء واحد فقط، وهذه تجربة لا بأس بها وطيبة وقعت لحاطب المؤمنين هنالك في مكتب الهجرة بأمريكا. ويقول حضرته أن في الحدود أن حفيدي واسمه جليس قد دخل إلى مكتب هؤلاء الضباط الموكلون بالتفتيش وغيرهم. يقول حضرته أنه دخل إلى مكتبهم ومن المفروض لا يدخل أي مسافر وأجنبي لذلك المكتب، ولمس جميع أو ما تمكن من الكمبيوترات والأدوات الإدارية الأخرى، ولكنهم قد عاملوه بإنسانية وبهدوء ووكلوا له ضابط كي يجيب على جميع أسئلته. وهذه يقول حضرته فعلا قد استجابوا، هذه هي أحسن تجربة قد حصلنا عليها من رجال الهجرة في الحدود الأمريكية. And he started permitting other small boys to come into the office. And they couldn't stop him doing that. He said, yes, you come on. No, I tell you, you do, you come. And he occupied the American state, immigration office for that while, as if an alien had come from the heavens.
يقول حاطب بن منين أن حفيدي هذا جليس بعد أن تمكن من مراقبة هذا المكتب بدأ يستدعي الأطفال الآخرين أيضا في المنظمين القافلة كي يدخلوا هم الآخرون ويشاركوا في عملية استكشاف هذا المكتب. ويقول حاطب بن منين يبدو أنه كان هنالك استحواذ على هذه السلطة الأمريكية ولكن هذا الاستحواذ يبدو وكأنه نزل من السماء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.